مرحبا احبابي، اليوم بدنا نعمل مع بعض طريقة تحضير فطاير الجبنة. حجم كتير صغير، بينفع لجميع المناسبات، اعراس، اعياد ميلاد، كل شي، خطوبة، كتير كتير. هيدي الفطاير رائعين وطيبين، وبعجينة عن جد كتير كتير طيبة، وبتضلها هيدي العجينة طازة لثلاث ايام، ما بتقسى ابدا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. عنا كوب حليب فاتر، ضيف ملعقة صغيرة خميرة، ملعقتين صغار سكر، بحركن شوي، ضيف نص كوب زيت نباتي. نستعمل الكوب بيكون نفس الحجم. طحين كوب، اثنين، ثلاثة، نص. بسم الله. هلأ بدنا نبلش بالعجن. انتهينا من عجن العجينة. بعد ما غطت العجينة بحطها بمكان دافي وبتركها ترتاح حوالي نص ساعة. بعد مرور نص ساعة بس خمرت عنا العجينة، هلأ بدنا نشكلها أنا وياكم. نشيل قصن، بس رقينا العجينة بستعمل اي كوب متوفر عندي صغير. انا رح استعمل هيدي السكرية، منقطعها بهيدا الشكل، بدنا اياهم يكونوا صغار وناعمين نفس الحجم كلياتهم. عم حمل الفرن على درجة حرارة 220 من الأعلى والأسفل. عنا جبنة فيلادلفيا وزبدة. هولي بنرجع بنعجنهم وبنستعملهم. هلا بنحشي غالي. اول شي بحط زبده. الزبده بتعطي نكهه كتير كتير طيبه للمعجنات ولكل شي. بحط الجبنه، بحط حبه البركه وسمسم، انتو حسب الرغبه بتحطوا. سكرهم وبنعملهم كمان بالشوكة. هيدا الشكل. هلا بحطهم على ورقة الزبدة. بس حطيتهم على ورقة الزبدة، هلأ بدخلهم فرن حامي على درجة 220 من الأعلى والأسفل. هول الفطاير بعد ما عملناهم أخذوا بالفرن حوالي 10 دقايق. هول الفطاير اللي عملتهم أنا وياكم. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو. المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.